مطار القاهرة الدولي ليستقبل جلالة الإمبراطور هايلا سيلاسي إمبراطور إثيوبيا عند مروره بالقاهرة. كما كان في استقبال جلالته مندوب غبطة البابا كيرلس والدكتور محمود فوزي وزير خارجية وسفير إثيوبيا في القاهرة. ووصلت الطائرة التي تقل الإمبراطور هايلا سيلاسي إلى أرض المطار. وهبط جلالته من الطائرة. فاستقبله الرئيس جمال عبد الناصر ورحب بمقدمه مهنئا إياه بسلامة الوصول. على منصة التحية وقف العاهلان الكبيران حيث عزفت الموسيقى السلام الوطني للبلدين وأدى التحية حرس الشرف. ثم فتش جلالته حرس الشرف وقدم فتى وفتاة من أبناء الجمهورية للرئيس وضيفه باقات الزهور. صحب الرئيس جلالة الإمبراطور إلى استراحة المطار حيث بدأت مباحثات هامة بين الرئيس جمال عبد الناصر والإمبراطور هايلا سيلاسي، حضرها الدكتور محمود فوزي وزير خارجية. وقد استمر الاجتماع ساعة.